اهلا بكم مشاهدي منصة ابو كبير ميديا. النهارده معانا حالة امومة ضائعة، ام بتطالب بحقها الشرعي والقانوني في احتضان طفلتها، واحنا النهارده هنسمع منها الحكاية كاملة. اهلا بيكي يا مدام نهاد. اهلا وسهلا، انا اسمي نهاد، ساكنة في بحري الاسكندرية، الاصل من البحيرة، الأصل من البحيرة، أم الطفلة حاليا عندها سنتين وأربع شهور، بقالي سنة ونص وخمس أيام ما شفتش بنتي، معرفش عنها حاجة خالص. الموضوع بدأ، أنا كنت شغالة في شركة في اسكندرية، شركة سيفتي، وهو كان شريك فيها طليقي أبو بنتي. تعرفنا على بعض وجه يتقدم في البيت، وتمت الخطوبة سنة 2018، والزواج كان في 2019. خلال فترة الخطوبة كان اتجاهاته شوية يعني متدين، انا قلت حاجة كويسة، كان بيعاملني كويس جدا، وما كانش فيه غير غيرة زيادة زي اي واحد طبيعي، بس هي كانت بزيادة شوية. اهلي حذروني، وبعد كده قلت لا، هو بعد الجواز هيطمن ان انا يعني ما فيش حد تاني هيبص لي، وهكون ان شاء الله زوجته. اتجوزنا، واول شهر جواز حصلت له مشكله، والشركه اتفضت واعصابه باظت، وبعد كده هو مد ايده عليا، معاملته كانت وحشه، ضربني لحد ما رحت المستشفى وفي محضر مثبت بدوت، وانا اتنازلت عن المحضر. اما جه وقعد يعتذر ويبوس على ايدي ودماغي ودماغ امي ودماغ خالي، انا والدي متوفي. وبعد كده هوت خلال شهر، بعد ما رجعت البيت خلال شهر، الشهر التاني مد ايده عليا تاني، حاولت احتوي الموضوع معاه مره واتنين، وبعد كده هوت رجعت على بيت اهلي تاني، ورجع وجاب والدته عشان والده متوفي، وقعد يبوس على دماغي ودماغ امي لحد ما رجعت تاني. بس بعد شهر كنت مصممه على الانفصال، وحصل الحمل على طول. وبعد كده دخلنا في فتره الكورونا، تقريبا كنت محبوسه في البيت ما بخرجش خالص، هو مبداه ما تخرجيش، ما تفتحيش الشباك، ما تتكلميش مع حد. وصلت لدرجه ان هو كان بيحط لي على الباب لزق عشان يعرف الباب اتفتح ولا ما اتفتحش من بره، كانت تصرفات مش طبيعيه خالص. كتير اخواتي حذروه وقالوا له هتخسرها، اللي انت بتعمله غلط، التصرفات دي مش طبيعيه، خليك انسان طبيعي. كنت اللي انا كل اللي انا عايزاه، كنت عايزه ابقى انسانه طبيعيه، اعيش مع انسان طبيعي، كنتش عايزه حاجه اكتر من كده. هو متجوز في زوجه تانية وفي اولاد، وهي كانت في حالها وانا كنت في حالي، كنا يعني زي ما تقولي كده هوت متجنبين بعض، مفيش مشاكل، وهي حد كويس. وبعد كده هوت البنت خلفتها ورحت عند والدتي، ما قالش حد خالص، وطبعا دوت زعلني. المهم جه اخدني بعد 24 يوم ورجعت على شقه الزوجيه، وبدات المعامله تتغير، بدا واحد تاني انا ما اعرفوش. من بعد ما خلفت البنت بقيت حاسه بعدم امان، كذا مره حاول يمد ايده عليا، وانا بقيت بطريقه الذل ان معلش، وابوس على ايده وابوس على دماغه، مع اني ما بكونش عامله حاجه اصلا. هو كانت اعصابه تعبانه علشان خاطر ما فيش شغل، وما في، هو ماشي بدماغه، فطبعا ما فيش حد بيمشي لوحده، لازم تاخد راي غيرك. يدخل يدور في الجزامه، الجزمه فيها تراب نزلتي ولا لا، يدخل يدور، يعني شكاك لدرجه الجنون مش طبيعي. حبه بدا عايز يلبسني النقاب بالعافيه، عايز يوديني، هي زوجته كانت قاعده في فيلا في برج العرب القديم في عند شارع المشير، عايز يقعدني معاها هناك انا وهي مع بعض. طبعا هي مرفوض بالنسبه لها ومرفوض بالنسبه لي الموضوع دوت. خدني مره في العيد وداني عندها على اساس الزياره، الاولاد يعرفوا بعض، وما فيش، ما كانش في اي مشكله. رحت هناك ما فيش راحه، هي مش متقبلاني، واكيد انا طبعا مش متحمله، وكل واحده بترتاح في بيتها، في حاجات بتتعمل. هو ما كانش موجود، كان راميني اربع ايام، يعني بمعنى اصح زي كده الخدامه اللي قاعده في اوضه، يعني ياخدوا البنت بس يلعبوا معاها، وانا كنت قاعده في اوضه كده هوت مع حالي، واما اطلع كل واحد يروح في حته. كان انت كنت على علم ان في زوجه اولى؟ ايوه طبعا، ايوه، وهي كانت علم طبعا، على علم. والاولاد يعني اخواتها حلوين وكل حاجه، وانا بحبهم وربنا يسعدهم كلهم، بس هي كل واحده اولى بضناها. جت مرحله ان خلاص انا وهو العشره بينا بقت مستحيله، بقيت حاسه بعدم الامان دخوله من الباب، حاسه انه هيقتلني، هيعمل فيا حاجه. طبعا بقول لك، ايوه طبعا، وبقى في تجريح، وبقى في يعني حتى جارتي بقت كل يوم تطلع تطمن عليا، خايفه اللي يكون عمل فيا حاجه، خايفه اللي ياخد مني البنت بالعافيه ويعمل فيا حاجه. يوم ما كلمته في موضوع الانفصال قلت له لو سمحت كل واحد فينا يروح لحاله، كنا في شقه الزوجيه، ما دخلتش حد، قلت ان احنا كبار وعيب ان احنا خلاص العشره انتهت بينا. قال لي هاخد البنت،
وبيقول ان هو كان مسجل لي، انا سمع والدتي حاجه زي كده، وقاعد يسمع في ناس وبيشوه في سمعتي. قلت له يا ابن الحلال، كلمته قلت له يا ابن الحلال كل واحد فينا يروح لحاله بالمعروف، انا ام بنتك ما يصحش. والرجاله كلموه، هو خايف طبعا يقعد قعده رجاله. وما كان بيضربني، كان بيضربني كانه بيضرب راجل، كان بيضربني كانه بيضرب راجل. يعني انا رحت لما عملت الكشف الطبي، الدكتوره ما شافني قال لي هو شافك في وضع مش كويس. قلت له لا، دخل من الباب طاح فيا. طب انت ما عملتلوش مثلا محضر عدم تعرض؟ عملت له وهو كان حاضر، لان هو حاول يبيع الشقه، هو طبعا حط ايده على الشقه وسرق عفشي كله، قايمتي كله، كنت انا لسه عروسه، حاجتي كلها كانت جديده. ده بعد ما اخد بنتي، اخد مني بنتي وقام تلبس عليا باب الشقه انا والبنت. وبعدين قلت له انت خدت المفاتيح ليه؟ قال لي وانا مش هموتك، ما تخافيش، مش هموتك، ولو موتك مش هموت البنت. بنفس الاسلوب انا اترعبت، دخلت الاوضه، خدت بنتي في حضني لحد الصبح. الصبح الساعه 7 الصبح اخد مني البنت تلبس عليا، وبعد كده هو جه وداني عند اهلي. وبعد كده هو عرفت ان هو غير الطبله. وبعد ما غير الطبله، انا كل ده بحسن نيه على اساس ان يعني زعله وبعد كده هنتصالح. بعد كده جارتي بتقولي ده كل يوم سامعه جر في شقتك، سامعه جر في شقتك. قلت لها يمكن بيطلع غيظه في الشقه او حاجه. بعد كده عرفت ان هو نزل العفش. كان في واحد تاني هو على معرفه بيه اسمه محمود ابو عزب دوت، هنا في ابيس دوت، بيشتغل في الدجل والشعوذه. هو دوت اللي دخل بيتي، من ساعه ما دخل بيتي بوظ لي حياتي كلها. كان بيكلمني في التليفون ويقول لي انا اللي هصلح المواضيع بينكم، انا اللي هصلح، هجيب لك البنت ومش عارفه ايه، مش كلام. هم كانوا بيلموا حاجتي وبيبيعوا الشقه بتاعتي، شقتي انا وبنتي. وبعد كده هو السماسره لما عرفوا ان الشقه عليها تمكين والشقه اصلا بتاعتي انا، تنهم جابوه واجبروه ان هو يجيب الفلوس. وانا طلبت النجده ورحنا النيابه، وقدام النيابه قال في المحضر، والمحكول ده محضر يعني في محاضر، ورئيس النيابه بقى باصص له مش مصدق ان في بني ادم كده، بيقول له انا مش هسلم البنت، هي غير امينه على البنت عشان رفضت البس النقاب ورفضت اكون في القطيع بتاعه. هو كان بيجبرني، انا بقول لك لازم لازم اتفرج معاه على فيديوهات لواحد هربان اخوان بره مصر، مش عارفه اسمه حاجه الشريف كده، معرفش اسمه، مش فاكره اسمه، بدقني كده وهربان بره. يجيب بقى القوات المسلحه بتعذب في ناس ومش عارفه ايه، كل حاجات متفبركه وانا فاهمه كده اهوت. فانا رفضت ان حازم معاه في الموضوع دوت. قلت له احنا عايزين نبعد عن المواضيع دي ونبقى في حياتنا وفي حالنا ونركز في شغلك. لكن هو الموضوع بالنسبه له شايف، وصلت معاه لدرجه لما اخذ البنت قالها لي في وشي، قال لي لا قوات مسلحه ولا جيش ولا سيسي ذات نفسه هيقدر ياخد البنت مني يديها لك. فما قال لي الجمله ديت انا اتجهت قانوني اساسا، عملت محضر بان هو طردني من الشقه وانه اخذ مني البنت. وحاولت اقابله بعد كده، قابلته مره وقعدنا اتكلمنا بعدها بشهر. بيضحك على عقلي، كل ده عايز ياخد مني الشقه تاني. وبعد كده هوت اما عرف ان مفيش، انا عارفه ان الشقه هي، هو عايز الشقه مش هتجي، انا اخدتها بالقانون واستلمتها عن طريق التمكين عن طريق المحكمه ومش هيستلمها. انا قلت له خد الشقه، خد اللي انت عايزه، بس هات لي بنتي، انت سرقت حاجتي وكان معايا فلوس اخدتها مني ما كنت على ذمته. وعارف كل دوت، لو شاف الفيديو دوت هو فاهم انا بقول ايه. كان في بينا حاجات حلوه، بس هو غطى الحاجات الحلوه بحاجات بشعه يعني ما يعملهاش بني ادمين اساسا. زوجته حاولت تكلمني من رقمها وتطمني على البنت، وبعتت لي صور للبنت تطمني عليها. اول ما عرف اخذ منها الرقم وبعت لي رساله، انا وريتك الرساله يا استاذه، بيقول لي فيها يعني بيقول لي فيها الارقام معايا. عندها 9 شهور اخذ بنتي، وعندها كانت اول ايام الشهر العاشر ليها، وحاليا هي عندها 2 و4 شهور وانا ما شفتهاش. ايوه انا كنت قاعده اتصل 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 على زوجته. بصي ها بعت لي، يقول لي ثواني اعمل لك الريزولوشن على الخطوط كلها معايا زي ما حضرتك، الخطوط كلها معايا والرسائل كلها بتوصلني. بصي كل كلامه فيما معناه، كل يوم هتبعدي عن بنتك او ما سمعتيش كلامي، يعني كل خطوه بسنه. فهو مش قادر يفهم ان انا امه، من حقي بنتي تبقى معايا، والسنه ونص دي عند ربنا انا مش مسامحاه. في سنه ونص بنتي يوميا انا منهاره، الحمد لله رب العالمين، انا واقفه على رجلي دلوقتي ما كنتش بعرف اقف على رجليا، ما كنتش بخرج من باب البيت. بدات يعني انا حتى القضايا، انا محاميه، حتى القضايا في الاول كنت مخليها واحد زميل ليا هو اللي يمشي ويخلصها، لان انا ما كنتش بقدر اخرج الشارع ولا اشوف بني ادمين. بنتي يعني هو مش قادر يفهم ان دي بنتي الوحيده، هو ربنا كرمه وعنده اطفال كتير وربنا يخليهم له. وانا قلت له مش همنع البنت عنك، بنت معاك اسبوع ومعايا اسبوع علشان لا تتحرم من مامتها ولا باباها. دلوقتي بيقول لي خلاص البنت بقى ليها ام اللي هي مرات الاب.
هي كتر خيرها برضو بتاخد بالها من البنت، لكن انا بنتي انا عايزه انا اربيها، انا عايزه اعيش اربي بنتي. ناس بتتقدم لي محترمين وكل حاجه، لكن انا حياتي وقفت على بنتي. هو مش قادر يفهم النقطه دي خالص. حاولت افهمه بالود، وحاولت ان انا ابعت له ناس وناس تكلمه، كل ما حد يكلمه ما كانش في اي مداخلات ما بين الاهالي والناس. بعت لاهله، كلمت اهله، طبعا هو بيقول عليا كلام وحش جدا. اهله عملوا لي حظر، ما بيكلمونيش، وصعب ان انا اروح لهم البيت يعملوا لي محاضر عدم تعرض والكلام من ده، انت فاهمه طبعا. اخوه من قبله، هو واخوه راحوا ضربوا طليقته في البيت، طليقه اخوه، اخدوا طفل عنده شهر وبقى لها 5 سنين بتدور على ابنها دلوقتي. يعني هم لا مش اول واحده في العيله عندهم، هم ماشيين بمبدا عيالنا احنا كفره بالنسبه لهم. يعني احنا بدل احنا مش لابسين نقاب، بدل احنا مش ماشيين في القطيع بتاعهم زي البهايم، يبقى احنا كده ايه؟ يعني انا قلت له يعني كان بينا حاجه كويسه، في بينا بنت، حاول ان احنا نكون كويسين مع بعض ونكمل، يعني البنت تطلع في حاله نفسيه كويسه. دلوقتي هو سوق سمعتي، بيقول عليه كلام وحش جدا، الكلام بيقوله دوت، بعد كده هيقولوا للبنت، البنت هتطلع. هو مش قادر يفهم اللي هو عمله، هو مش متخيل اللي هو عمله. الموضوع بالنسبه له سيطره وتحكم، انا عايزه اتحكم في دول، مش موضوع ان دمت عيالي وانا خايفه عليهم. هو لو بيحبها ما يمنعهاش عن امها، يعني رحت قابلته مره والتانيه على اساس ان احنا نحل الموضوع مع بعض. قال لي تبعدي عن اهلك، انت شفتي اهلي وشفتي امي، ست فاضله معاش، كانت مديره اداره تعليميه، ووالدي الله يرحمه كان مدير مالي في الثقافه الجماهيريه. يعني احنا ناس محترمين. يقول على اختي، اختي بتاعت اعمال، اختي محترمه متجوزه انسان مهندس محترم من القاهره وعايشه هنا في اسكندريه. هو لخبط في الكلام جامد، وحاولت ان انا اتواصل مع اخته عملت لي حظر وقالت لي مالناش دعوه. هو قال لنا انا محدش يتدخل في الموضوع دوت. يعني قلت لها ربنا سبحانه وتعالى بيدوق، قلت لها ربنا بيدوق. والدته كانت عايشه اياميها وماتت من حوالي 8 شهور، واياميها هو كان بيكلمني قال لي هنروح للشيخ بتاع اعمال يقول لي ان اختك مش عامله عمل وان انت مش عليكي اعمال، واحنا متجوزين كان بيوديني للشيخ بتاع اعمال. يعني هو الحياه كلها بقت صعبه معاه، فاهمين؟ يعني مفيش حد يتحمل، يعني تفكيره غلط. يعني ايوه، انا خايفه على بنتي، انا خايفه على بنتي، بنتي مش هتبقى كويسه ولا في امان الا معايا انا، حضرتك فاهماني. انا بطلب دلوقتي، هو ارقامه شغاله وهم عايشين وانا عارفه اماكنهم، انا ما اعرفش مكانه، هو هربان عنده فيلا في برج العرب القديم، رحت بالتنفيذ بالبوليس كذا مره، انا معايا احكام، انا معايا حكم بالحضانه ومعلن على عنوانه في برج في محرم بيك، مسكن واحده في الشقه هناك، وهو مش قاعد هناك، هو عنده فيلا في برج العرب القديم. ادي اهو باسم الشعب، معايا اهو حكم المحكمه بحضانه بنتي اهي، حضانه لوالدتها المدعيه وتسليمها اليها والزام المدعي عليه بالمصروفات. يعني انا بنتي جوانا عمرو السيد محمد حموده سلامه في حضانتي انا شرعا وقانونا. هو بيقول عرف اسقط الحضانه، يسقط الحضانه، يجيب لي حكم قانوني، هو فاهم كويس قوي وانا فاهمه يعني ايه اسقاط حضانه اسبابها. بقى لي سنه ونص لا دخل محكمه ولا عمل حاجه، وبعت رساله زي ما انت شفتي، رساله يقول لي فيها انا هعرف باني على حقيقتك القذره واصلك وانت واطيه وكلام كده. لا حول ولا قوه الا بالله. عايزه اوريك ايه، البنت مش هتعيش اهو. بصي، البنت مش هتعيش الا مع باباها ومش في اي مكان في العامر، وعمري ما هخطي خطوه على هوا حد او ارضاء لحد. خطواتي اللي هتمشي عليها زي ما انت شايفه، وما تخليش حد يكلمني ملوش اصل ولا فصل. يعني كلموا شيخ مسجد وكلموا ضابط في البوليس، كل الناس بتحاول تساعدني، يقول لهم ده انتوا اللي ماشيين معاها، انتوا يعني كلام ما ينفعش ان هو يتقال اصلا. كلم خالي وكلم جواز اخواتي علشان خاطر يخرب بيوت اخواتي، وشهاده ميلاد بنوتش اهيت، ربنا يحميها يا رب وترجع لي بالسلامه. صوري معاها انا وبنتي، وحواليكي صورها وهي معاهم بقت عامله ازاي. يعني ما ترضيش ربنا اللي بيحصل دوت. دي صورتي معاه، متجوزنا، ده يوم فرحنا، طول الفرح بعيط لانه كان رافض حتى ان انا اتصور مع اهلي. دي صورة بنتي، شايفه لبسها ومنظرها، اللي بعتها لي كانت بعتها لي مرات ابوها من 8 شهور، ما اعرفش شكلها ايه دلوقتي، ما اعرفش بنتي شكلها ايه. دي وهي معايا قبل ما ياخدها على طول، وهي بيبي صغنن يعني عندها 9 شهور، وهي معايا برضو، هي معايا في الشقة بتاعتي، شقتي الزوجية. طبعا هو سرق كل حاجة في الشقة، وهي معايا برضو اهي. يوم ما خدتها مني كانت لابسة كده، انا اللي كنت بجيب لها لبسها، وانا اللي كنت بجيب لها كل حاجة تقريبا، انا اللي كنت بصرف على البيت. ده شكلها، الصورة كانت بعتها لي مرات ابوها،
انا عايزه يعني صوره هي بعتها لي بالطقم ده، انا كنت بعته له عشان تلبسه في حفله، هي لبسته لها في البيت. ده شكلها، شوفي منظرها وهي في البيت عامله ازاي. انا ميتشي ما بتلبس ولا منظرها وهي معايا كده كده خالص. هي ومعايا، وبرده قبل ما ياخدها بحاجه بسيطه في الشتاء برضو هي معايا، وهي بيبي اول ما اتولدت، ده يوم ولادتها وهي في حضني. دي صورتها بقى، اخر صوره خالص مبعوتها لي من زوجته، ام اولاد. يعني هي بس هي رافضه، هي رفضت عشان ما يطردهاش وياخد عيالها منها. هي قالت لي هي بعت، انا بعت لها كذا مره، في الاول قالت لي ده انت كذا ده انت كذا وغلطت فيا. قلت لها حرام، انت قبل كده سبتش البيت واخد منك الاولاد وما كانش هيرجعك، فانا فاكيد في نفس الموقف حرام اللي انت بتعمليه دوت. فتعفت في معايا، قالت لي حاضر. يعني هي حياتها معاه اي تخصها، هي حياتها معاه تخصها. بس هي انا ما رحت زرتها، وهي في برج عرب القديم حاجه عامله زي المنفى كده. قالت لي انت شايفه، يعني هو لا يعيشكم في منفى يا كده ما فيش اولاد. ايوه بالظبط كده، هو يا اما مالكمش عيال عندي. فانا انا عايزه ابقى ارقامه ان هو يجيب، هو معروف وموجود في مصر، ما يقدرش يسافر بره مصر لانه ممنوع من السفر. واتمنى ان هو يشوف الفيديو دوت ويعرف ان انا مش هسيب بيتشي، انا مش هسيبها لو عايش العمر كله. كل اللي بطلبه ان اي حد يعرفه او يعرف مكانه، واسمه عمرو السيد محمد حموده سلامه، بيشتغل في شركه هنا في مصر، بس مش عارفه فين، معرفش هو قاعد في انه بلد. بنتي معرفش هي فين، هي قاعده مع مرات ابوها، هي منتقبه، اسمها عبد الفتاح، وعندها 4 اولاد، ولد اسمه عمر، عمرو السيد عمر، عمرو السيد محمد حموده سلامه، وعمار، والسيد محمد عمار عمرو، السيد محمد حمودة سلامة، وغنى، وجويرية، وعمار. هما 4 ولدين وبنتين غير بنتي جوانا. جوانا عمرو السيد محمد حمودة سلامة، وأنا مامتها ريهاد السيد عبد الحميد الرشيد، ملهاش أم تانية، عشان هو بيبعت يقول لي بنتي بقى لها أم، خلاص انتي مش أم. فكل اللي أنا بطلبه إن أنا، وأنا عايزة أقول حاجة، أنا نفسي يدخل المحكمة ويحاول يثبت إن أنا لا أحق للحضانة. انا عايزاه يدخل يظهر، انا عايزاه هو يظهر. ان هو يمشي في اي شكل من الاشكال القضائيه، هو بيقول بعد بيتش ما تكبر انا هعرفها مين الواطي ومين اللي ما عندهاش اصل واللي دخلت المحكمه. قولي لي انا كان طريق عندي ايه امشي غير كده؟ واحد اخد بنتي، سرق عفشي، سرق شقتي، بيسوها في سمعتي، انا كنت الجا ليه؟ يعني انا كانسانه الجا ليه؟ خليت اهلي كلهم يكلموه، مفيش فايده. اللي يا اما يمشي، ايوه متقبلين، مفيش يعني هو مفيش حد بيمشي كلمته عليه، هو ماشي بيقول انا الكبير انا الكبير، فاهماني؟ يوم هم قالوا له رجعوه، هم مفيش حد دي كلمه عليه، وكلهم نفروا منه. حتى يوم جنازه والدته اللي انا عرفت ان هو ما راحش الجنازه، يعني هو ملهوش خير في اللي جابته، هيبقى ليه خير في اي حد تاني؟ هم سلبيين بمعنى اصح، مش راضيهم الوضع بس هم سلبيين. محدش ساعدني، محدش ساعدني ولا حد هيساعدني. انا عايزه من الدوله تجيب لي بنتي، انا مش عايزه حاجه، انا معايا احكام قضائيه وعايزه بنتي واحكام نهائيه. وهو عليه احكام في النازله على الكمبيوتر، عليه حكم جنحه مباشره بعدم تنفيذ قرار المحامي العام بتسليم بنتي، جه قدام النيابه وقال مش هسلم البنت، عليه حكم بالسجن، وعليه حكم بالتبجيد المنقولات انه سرق عفشي بالسجن، وعليه تعويض، وعليه قضيه ما تخصنيش وصلات امانه، ما اعرفش حقيقة. يعني هو نصب على الامين ولا ايه؟ ده حاجه ما تخصنيش، وما خفي كان اعظم، الله يصلح له حاله. لكن انا عايزه بنتي، وعايزه اوصل لبنتي، وارقامه انا هديها لحضرتك لو حد كلمك من المسؤولين الكبار، لان انا رحت النيابه العامه رفضوا ان هم يتتبعوا رقمه، قالوا لي ده ابوها. لا انا معايا حكم قضائي، بدل معايا حكم قضائي يبقى تعتبر البنت مخطوفه، لا باباها ولا جدتها ولا اختها، ده شيء ما يخصنيش. والمفروض القانون واضح ان بدل في حكم قضائي بين البنت في حضانتي انا وتعيش معايا انا لحد ما تكمل السن القانوني، وهي اللي تختار بنفسها تعيش معايا ولا مع ابوها بعد كده، هوت ما يحقلوش البنت تقعد معاه، هو ليه حق الرؤيه فقط. وده انا ما قلتلوش كده، انا قلت له البنت معاك اسبوع ومعايا اسبوع، البنت ما تتحرمش من باباها ولا تتحرم من مامتها. هو ما قدرش يفهم دوت، هو اناني، كلامه
الشقه تسلميها لي، العفش هديكي، الحاجات اللي انت جايباها، بس بنتي تشوفيها ساعه او ساعتين كل اسبوع. يعني انت بعد ما ترجعي له الشقه والعفش اشوف البنت كل اسبوع ساعه؟ يعني ما يديهالكيش؟ لا لا لا، يعني بصي اسالي اي حد واجيب لك شهود، وابن خالته منه لله فضل يكلمني ويضحك عليا وياخد المعلومات مني، وفي الاخر ده اذا كان ابن خالته اصلا، وفي الاخر طلع هو بيتفق معايا يوم ما عرفت ان هو هربان في حوش عيسى. رحت وقلت لابن خالته تعالى احضر، انت اللي حضرت اول قعده وعارف كلامه ايه، واقعد مع الرجاله اتكلم معاه. لا، بعت لي رساله الصبح قال لي انت واحده ضحكتش عليا، انت واحده مش عارفه ايه، انت واحده مش عارفه ايه. رديت عليه قلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، يعني كان بيضحك عليا. بصي يعني هي الموضوع كله، انا عايزه اولا واخيرا بنتي نوصل لموضوع، لنقطه ان بنتي تبقى في حضني، وانا هتنازل عن القضايا. انا بقول قدام الراي العام اهوت، هتنازل عن القضايا، يسلمني حاجتي وانتهى الموضوع، وانا هعيش انا وبنتي في شقتي، مش عايزه اكتر من كده، ونعيش بالمعروف. طيب انتوا المناقشات بتاعت الاهالي ما وصلتكيش لغايه اي حاجه؟ ما حاولتيش ان انت بعد ما تاخدي الاحكام ان انت مثلا ترجعي تاني تعملي مناقشات مع اهله؟ ويمكن مفيش حد خالص، انا ما اعرفلوش حد، انا ما اعرفش غير اخواته واخته واخواته الولاد، اخواته الولاد نفس التفكير نفس الاتجاه، يقول لك اخوه خاطف طفل من امه وهو عنده شهر، راحوا ضربها في بيتها هي وابوها واخدوا الطفل، هو وطليقي، يعني هما الاثنين راحوا ضربوا الست في بيتها، اخدوا العيل عنده شهر ودلوقتي عنده 5 6 سنين وامه بتدور عليه. وبرضه ما تعرفش عنه حاجه؟ ما تعرفش عنه حاجه. انا بقول لك اخوه بيتهرب كل، هو دلوقتي قاعد في حته اسمها الفلكي، كل كام شهر بياخد عيلته واسرته كلها وينقل في مكان تاني. كل ده عشان بصي كل الحرب دي عشان يحرموا الام من ضنها، انت متخيله عقليه؟ انت متخيلاها؟ هو ده الدين بالنسبه لهم؟ ده الدين بالنسبه لهم. انت بدل مش ماشيه على نهجي، نهجي دين انا ما مش عارفه هو ماشي على نهجي ايه بالظبط، يبقى انت مش مسلمه، يبقى انت ما ينفعش تربي البنت. كان التطرف اللي هو هو كان بصي اقول لك ايه، اقول لك ايه، ده بيقول على نفسي انت كنت مرمطون، انا كنت مرمطون ليكو. تمام، فانا بصيت له، هو البسي البسي محتشم، البسي انا كنت بقول الحمد لله كان نفسي كويس وكنت محتشمه، بس هو عايز بزياده، كان عايز يوصلني للنقاب. حتى ما جه قعد مع اهلي بعد ما جابني اما وداني لاهلي، قال لهم شرطي تلبس النقاب، ما تقوليش اخرج من البيت، ما تقوليش اشتغل، ما عارفه اللي هو اللي هو ايه، عارفه حته ايه، باسكت زباله في البيت. الاوامر هو بس كان بيدي اوامر مش على الكل. خالي قال له هنشاور بنتنا اتفضل، يعني بمعنى اصح طرده. هي الموضوع من اوله لاخره، يا تقبل الانسانه زي ما انت اخيتها كده اهوت، انت مش هتغير حد، مفيش حد بيغير حد، الطبع بيطلع بالموت. اللي انا بطلبه من اي حد هيسمعني ليه سلطه ان يجيب لي بنتي، ده واحد انا شايفاه انه خطر على البنت، ده انا شايفاه ابوها، بس انا شايفاه خطر عليه، وبنتي قاعده مع مرات اب ايا تكن كويسه وحشه، انا حق بنتي. ربنا يرجعك، يعني ربنا يرجعها لك بألف سلامة. واتمنى ان القضاء يكون عادل معاكي وتلاقي بنتك، وان يكون في سعي اكتر من كده ان انت تلاقيها. طب انت تنفيذ الاحكام كانوا ماشيين معاكي؟ كنت بتنزلي بيهم بس برضو مش انا بنزلت الناس متعاونين في برج العرب الجديد، الاسم هناك طلع معايا قوه مره واثنين وثلاثه، هو قفل الفيلا بتاعته خالص، بقت مهجوره، بيروح يبص عليها كل فتره، انا مش هوقف هناك حارس لما يجي يتقبض عليه. ومطلوب ضبط واحضار، الضبط والاحضار دي قدام حضرتك اهوت، ادي ضبط واحضار وادي ضبط واحضار مطلوب، وفي ضبط واحضار لقضايا تانية ما تخصنيش مش بتاعتي انا، ناس رافعين عليه قضايا وصولات امانه وكده، نازله كمبيوتر، يعني هو المفروض يتمسك في اي لجنه او في اي مكان. انا بطلب من اي حد يعرف هو ساكن فين، هو عيلته قاعده فين، هو فين، شاف بنتي في اي حته. انا اوريكم صور البنت، وارجو ان انتوا تنزلوها في الكومنتات، صوره وصور البنت وصوره البطاقه ورقم ارقام تليفوناته، هديها المسؤول، مش هينفع احطها على السوشيال ميديا، هديها المسؤول يجيب لي مكانه ببنتي، انا هنفذ حكم قضائي، هنزل انا معايا حكم باستلام بنتي. بنتي رضيعه عندها سنتين حاليا و4 شهور، انا بنتي عندها سنتين و4 شهور وبقالي سنه و6 شهور ما شفتهاش. انا عايزه كل واحد بيتفرج على الفيديو ده راجل او ست قبل ما ينطق او يقول كلمه يفهم انا حاسه بايه، او انا ايه احسي، او انا ايه، انا اللي طالبه الطلاق، ده بعت وقال لي اخلعيني علشان مش هدفع حقوقك، اخلعيني، عارفه يعني ايه راجل اذا كانت اتقال عليه اصلا، اخلعيني عشان مش هدفع حقوقك، انت فاهمه، انت متخيله اللي هو عمله، يعني سرقني، اخد بنتي وسرقني وبيدمرني هو طلقك
بالتراضي ولا لا، بالخلع؟ بعت قال لي ارفعي خلع. يعني انتي مطلقاه بالخلع؟ انا مطلقاه بالخلع، انا خلعت عمرو السيد محمد حموده سلامه، وما بقتش على ذمته من سنه، من سنه بالظبط. انا كل اللي بطلبه من الدوله، انا صبرت كتير وما اتكلمتش وعمري ما غلطت فيه، انا عايزه بنتي، مش عايزه غير بنتي، ومش هيتحرم منها اي اتفاق ودي مش اتفاق ودي، بنتي هتفضل حضني واخواتها وهو يشوفها وقت ما هم عاوزين. الاحكام دي انت اخدها من يوم كام؟ الاحكام ديت في 2021 وفي 2022، يعني هي ما بين 21 و22، يعني لسه ما عداش عليها. وطبعا هربان لحد ما تسقط قانونا بعد 3 سنين، بس انا حجدتها، انا مش هسكت. حكم الحضانه ما بيسقطش لحد البنت ما يبقى عندها 15 سنه، وهفضل ادور على بنتي العمر كله، وانا عايزه الرساله دي توصله. انا مش هسيب بنتي، دي بنتي، حته مني اتقطعت من لحمي. هو كده او كده اصلا يا دوبك بيجي اخر الليل يبص عليها، وما كان وما انا كنت على ذمته كان بيجي كل يوم كل يومين يبص على البنت يا دوبك ويبصها ومش عارفه ايه وينام. اللي بتربي هي الام مش الاب. والله احنا كلنا معاكي، ونتمنى ان انتي تلاقي بنتك وان هما يلاقوه، واحنا بنناشد السلطات ان هما ينفذوا الاحكام اللي معاكي يتتبعوه عشان توصلي لبنتك. اكيد طبعا الامومة غالية جدا والضنا غالي جدا، فنتمنى لك ان انتي تلاقيه في اسرع وقت بجد، وربنا معاكي ويصبرك. طبعا احنا بنناشد السادة المسؤولين ان هما ياخدوا خطوة تجاه عمرو عبد ال عمرو السيد محمد حمودة سلامة. مش شكرا لمتابعي منصة أبو كبير ميديا، ونلقاكم مرة أخرى. كان معكم روان العمدة.